السلام عليكم اخوتي الكديرين، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. سمحوا لي تعطلت عليكم. اليوم جيت معكم غنوجدوا واحد الفخيضات اللي كيجيو بحال ديال ماكدونالد، كيجيو مقرمشين هكا مقرمش، كيجي زوين وكيعجب الدراري الصغار وكيجي مزيون. وقلت علاش انا غنديرو لولادي، راكم عارفين دابا حنا عطله، دابا حنا 15 يوم حنا عطله، وقلت علاش ما نوجدوش مع اخوتي. يلا بقاو معايا، واللي مازال ما شاركش يشارك فضلا وليس امرا. وما تنساوليش اخوتي جيم، يلا خليكم معايا غنوجدوا هاد الفخيضات كيجيو مزيونين. كما كتشوفوا اخوتي هنا عندي هنا اربعه ديال الفخيضات ديال الدجاج، نتوما على حسب القياس اللي عندكم. انا غير عندي راه هادو انا نبخرهم، وعندي بطاطا غادي نقطعها غادي نديرهم ان شاء الله في هاد لاباراي. هادي ديما اللي كتبخر ليا دغيا ما كتعطلش، غادي ندير هذا دابا باش يلاه يسخن لينا الماء. وغادي نديروا الفخيضات كما كتشوفوا، ندير لهم غير شويه الملحه وغادي نديرو هنا يتبخروا، كيجيو مزيونين ونتمناكم تجربوهم، راهم كيزوينين. انا غنشارك معكم اليوم حتى انا دايرهم دايره، علاش ما نشاركهمش مع خوتي الغدا ديالي؟ كيجي مزيون كيعجب الدراري، راكم عارفين دابا الدراري خصك دير لهم شي حاجه اللي كتعجبهم، راهم جالسين. وغنخليهم هنا بين ما قطعت البطاطا، دابا غنقطع البطاطا وغادي نديرها فوق منهم حتى هي تتبخر، حيت غنديروها معاهم كيجيو بحال كروكيطات، كيجيو زوينين. البطاطا كما كتشوف انا قطعتها، دابا درت لها شويه الملحه حتى هي كتجي زوينه، ودابا درتها تتبخر ونخليهم هكا يتبخروا حتى يتبخروا ان شاء الله. ومن بعد ان شاء الله غادي نجبدوهم وغنوريكم كيفاش غندير لهم. وهاد لاباري راه مزيونه، راه كنشريتها انا من ليدن، راه مزيونه وكتبخر لك بحال دابا غتبخر شحال في الزربه غادي تبخر. كما كتشوفوا طيا تبخرت ليا، دابا غادي نديرها في واحد بحال الزلابه بحال هكا، وغادي غادي نمعكها بحال هكا بالفرشيطه حتى تمعك لينا كامله. ايوا ان شاء الله ونتبعوا، ونتمناكم يعجبكم هذا الفيديو اللي كندير ان شاء الله ويعجبوكم. وهانتوما معايا اخوتي حتى نمعكوها ان شاء الله، البطاطا كامله نمعكوها مزيان. دابا غنديروا هاد الفخيضات حتى هما نديرهم فواحد السوبيره ونحيدوا لهم العظيمات ديالهم. كما كتشوفوا راهم تبخروا، حيدوا من العظام. هانتوما اخواتاتي كما تشوفوا الدجاج هانتوما كيفاش تبخر، طاب مزيان. دابا كنفرتوه بحال هكايا، بحال هكا حتى نفرتوه كلشي، وغادي نخليو هذيك الركيبه ديالو نخليوها هي اللي غادي نردو فيها ان شاء الله هذيك سميتها هذاك الدجاج اللي غنديرو ان شاء الله باش يرجع لنا بحال الفخيضه. نتوما كما كتشوفوا ما غاديش نلوحو، غادي نخليوها. شوفوا كيفاش كنفرتوها رقيق، مازال نفرتو كثر. كما كتشوفوا ها انا فرتتو كامل، وهذا غنخليها دابا مع اللوحاشي حتى نجمع فيها هذاك الشيء اللي قلت لكم، داك البطاطا وداك الشيء اللي غنجمع. زعما كتشوفوا انا فرتت الدجاج مزيان، دابا غادي نديرو هنايا بحال هكا، ونزيد فوق منو هذيك البطاطا تاهي اللي معسنا، وغادي ندير فيه العطريه. هنا العطريه ما وريتهاش ليكم حقاش مشى ليا الفيديو. دابا انا غندير هنا شويه الابزار، شويه الكمون والملحه والهريسه والزعتر كما كتشوفوا. دابا غادي نديرهم العطريه اللي قلت لكم، وغادي نبقى هذا بحال هكا. نتوما كتشوفوا راني كما قلت شوفوا شويه الزعتر وشويه الكمون والابزار والملحه، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم حتى يتخلطوا مزيان كما كتشوفوا. وغادي نرجع نديرهم في ديك العظيمات اللي خليتهم، ديك الركيبات اللي خليتهم. هاد الوصفه هادي راه كتعجب الدراري الصغار، كيعجبهم. كما كتشوفوا دابا حنا عندنا العطله 15 يوم ديال العطله، وغنخلطوها هكا مزيان تدخل ديك العطريه وداكشي يدخل في بعضياته. الملحه ما درتش بزاف، درت غير شويه لحقاش درتها قبل في الدجاج وفي البطاطا بحال هكا حتى يتخلط لينا مزيان. ودابا غادي كما تشوفوا خلطت لينا مزيان، دابا غادي نشدو دوك العظيمات وغادي نديروها فيهم كما كتشوفوا. دابا غنديروا العظيمات. هانتوما هنا عندي هاد كونفليكس، هذا هو هاد كونفليكس، هذا راه كيكون في اي بلاصه كيكون هاد كونفليكس بحال هكا. وعندي هنا هاد الطحين هذا محمر، حمص هاد الطحين كنشريوه بحال هكا موجود محمص بحال هكايا كيكون حرش. ودابا غادي نهر فرتت هاد سميتو، وغنديروا هنا واحد جوج بيضات، هذاك سيلياليس فرتتو. دابا غندير جوج بيضات وغادي نضربهم حتى هما هي، وغادي ندير ديك الكوموسه ديال سميتو. نتوما كتشوفوا درت ثلاثه البيضات
باش يدونا. دابا غادي نضربهم مزيان حيت ضربونا مع بعضياتهم. وغادي دابا نبدا ندير داك الكمس كما كتشوفوا، انا كندير الضم بحال كنجمعهم بحال الفخيطات، كنرجعهم من نفس الفورمه ديال الفخيطات، ومن بعد كنديرهم في البيض وفي هذاك الطحين المحمص عندنا وفي داك سيلياليس اللي درنا كونفليكس، كنردهم بحال هكا. نتوما كتشوفوا كيفاش رديت داك ديك البطاطا وداك الدجاج اللي درنا، درتهم بحال الفخيطات بحال هكايا. ودابا درت المقله هكا فوق البوطه وغادي ندير فيها الزيت حتى تسخن، وغادي نبقى نديرهم ان شاء الله. نتمنىكم تجربوهم، راه كيجيو مزيونين كما كتشوفوا. دابا ها نتوما كتشوفوا، دابا غادي نديرهم في البيض كما كتشوفوا، رديتهم بحال هكا غنديرهم في البيض وغادي نديرهم في هذاك الطحين اللي عندنا محمص بحال هكا. كيتشري هكا، كتشري هكا من ميركادونا، كتشري محمص بحال هكايا حتى نغمضهم مزيان. ونرجع نديرهم في البيض بحال هكا، غادي نرجع نديرهم في البيض وعاد نديرهم في الكونفليكس. كونفليكس ولا بحال الكونفليكس ديال الدرا اللي كيتباع. نتمنىكم تجربوهم، راه كيجيو مزيونين. ها نتوما هكا نديرهم بحال هكا وغادي نبقى نحط في المقله، كيجيو هكا مقرملين وكيجيو مزيونين بحال ديال الزنقه كما كتشوفوا. حتى كنديرهم مزيان في داك الكونفليكس، ودابا كنديرهم في المقله يتقلاو ان شاء الله، وكنبقى غادي بحال هكا حتى نساليهم ان شاء الله. ها نتوما معايا حتى نقليوهم ان شاء الله ونوريكم كيفاش كيجيو في التقلاه، كيجيو زوينين وكيجيو هكا داي كيعجبهم هذا الشيء، هذا بحال ديال الزنقه كيعجبهم. نتمنىكم تجربوهم لوليداتكم. نعاود عاوتاني نديرهم في البيض وعاد نرجع نديرهم في الكونفليكس كما كتشوفوا، زوينين كيجيو زوينين. ونديرهم فوق المقله يتقلاو ان شاء الله يا ربي. هانتوما معايا اخوتي تابعوني. هانتوما اخوتي كما كتشوفوا درت في المقله، دابا غادي فين نشوفهم بداو كيتحمروا كنبداو نقلبهم هكا بشويه بشويه وكيجيو مزيونين. هانتوما كتشوفوا حتى نقلبهم كاملين كيتحمروا لنا، وملي عي سخن غير سخن الزيت نرخفوا عليه البوطه، كتجي الزيت كتجي البوطه مرخوفه، ماشي غير كيسخن الزيت كنرخفوا البوطه، ما تجيبش البوطه مجهده باش ما يتشوطوش لينا ويطيب لينا هذاك البيض اللي درنا الاول والثاني. شوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو ما شهيتكم فيهم، كيجيو غزالين. وهاد الوصفه راه ديال لوستي، هي اللي نصحتني بها، قالت لي علاش ما تشاركيهاش مع المشاهدين، راه كتجي مزيونه كما كتشوفوا. انا ساليت دابا نقليتهم، هانتوما اخوتي نقليتهم، انا غير قدمتهم هكا بشويه ديال التشوكه، شويه ديال التوكه والصلصه المطيشه، راكم عارفين الكيتشوب كيعجبهم الدراري كما كتشوفوا. شوفوا كيفاش كيجيو، كيجيو هكا كيتخرشوا، كيجيو كيتقرملوا، كيجيو زوينين. وقدمتهم بحال هكا مع شويه الزعلوك دنجال، حتى شي نهار شويه ودا شي نهار نجرب نوريهم لكم، وشويه الطون هكا بالروزو وسميتو كيجي والخيار وداكشي كيجي مزيون. هادشي هذا هو غدايا، وبغيت نشاركو معاكم. وبقى معايا اخوتي، حنا نخرجوا دابا نضربوا دويره نشوفوا الاوفرطه شنو كاين فيها. هانتوما كيما خوتي خرجنا دابا، واخا حنا دابا راه سادين، عندنا سادين كاع سنتروس كوميرسياليس كبار سادين، ولكن الحوانت صغار حالين. وانا خرجت قلت نخرجكم معايا. هانتوما جيت لهاد الحانوت هذا ديال السبور كما كتشوفوا، دايرين الفيلا ما كيدخلوش الناس بزاف، داير 70% 50% 30%، داير بحال كتاخدي كتشري جوج وكدي وحده فابور. فيها حوايج ديال نايكا اديداس بيما كلشي كاين هنايا كما كتشوفوا، راه الناس ما كيدخلوش بزاف، كيدخلوا غير بجوج بجوج، والاخرين كيبقاو يتسناو. وقلت انا جيت علاش ما نشاركاش مع اخوتي اللي هنايا وبغى يجي، اللي بغى يجي يجي هنايا باش يتسخر كما كتشوفوا. ها نتوما دايرين، كاين 100 الاورو، كاين 50 الاورو، كاين دايرين تقريبا اكثر من النص ديال الثمن كما كتشوفوا. الصبر ديالات مزيونين كما كتشوفوا، انا كنوريكم الثمن. هذه كانت كدير 140، دابا داروا لها 70 الاورو، كاين ثمن مزيون. هذه حدا كذلك كانت كدير 89، دابا داروا لها 50. انتما كتشوفوا الموديل ديال الصبر ديالات، الثمن مزيونين، كاين اوفرطه مزيونه.
كنعرفي دابا شحال الوقت كيديروا لي الاخر كل وحده والثمن ديالها كاين 40 50 60 70 كانوا كيديروا 100 الاورو زياده دابا هما دايرين لهم الثمن زعما مزيان الثمن مناسب عندهم حتى الحوايج ديال الاولاد والبنات كما كتشوفوا حتى هما ناقصين فيهم الثمن الثمن لي مارك نايكا اديداس كلشي كاين وانا جيت هنا نشوف شنو كاين ونشارك مع خالتي حقا ماشي من هاد التيندا من هاد التيندا وحده اخرى ديال الدراري الصغار ما صورتش فيها التيندا خوتي هي هادي راه ما عارفينها البنات كاينه في بلاصه بيخا حتى هي عندها الحوايج ديال الدراري مزيانين راكم عارفين دابا الدراري قصوا عطله دابا 15 يوم نهار الاثنين ان شاء الله غيصبحوا في المدرسه داكشي علاش وقلت نشري الحوايج ديال هكا باش تدخل المدرسه كما كتشوفوا ولدي شريت ليه هاد الكاميسيطه هادي وشري هاد ديت ليه هاد السروال هادي راكم عارفين الدراري دابا ما تيبغوش يلبسوا السروال ديال الجين حتى هما الثمن ديالهم مزيون زعما ناقصين الثمن كما كتشوفوا داير ليه 7 اورو كان كيدير 15 اورو داروا ليه 7 اورو وهذه الكاميسيطه نشوفوها بشحال حتى هي كانت كدير تقريبا 8 اورو داروا لها وهادو الحوايج البنيته ديالي حتى همايا حتى هي شريت ليها هذا كون خونتو بحال هكا كيتلبسو مستر كيتباعو هكا سروال وسميتو كديرو 20 الاورو دابا داروا 10 اورو بانو 9 الاورو 99 ولكن هي هذيك 10 اورو وبغيت نشارك معاكم اخوتي حويجات اللي شريت لولادي باش غيدخلوا ان شاء الله المدرسه نهار الاثنين هاد الكاميسات هي مزيونه هي بالسروال ديالها حتى هي كتقام تقريبا ب 12 اورو حتى هما مزيونين وانا غير شاركت معاكم هاد النهار هذا ونتمنى تقبلوا عليا واللي مازال ما شاركش يشارك وخليتكم على خير ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع السلامه السلام عليكم